عليكم. نحن الآن في وقت النمو العددي، نتعلم رائع الأرقام وأيضاً الألوان والأشكال. أحسنتم، لنستمع إلى نشيد الأعداد. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. وقف الواحد ليصلي، ركع الاثنان لربي. وقف الواحد ليصلي، ركع الاثنان لربي. وثلاثة، واحد واثنان، والأربعة اثنان واثنان. وثلاثة، واحد واثنان، والأربعة اثنان واثنان. والخمسة، كعكة بالسكر، والستة وقفت لتفكر. والخمسة، كعكة بالسكر، والستة وقفت لتفكر. والسبعة، تنظر للنجمة، وثمانية عكس السبعة. والسبعة، تنظر للنجمة، وثمانية عكس السبعة. وعصا جدي مثل التسعة، والصفر مع الواحد عشرة. وعصا جدي مثل التسعة، والصفر مع الواحد عشرة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. شكرا لكم يا أطفال. قاف قاف قاف، قوانين صفية، جلسة صحيحة، عينان مفتوحتان، آذان صاغية، أستمع وأنظر لمعلمتي، أرفع يدي عند الإجابة، أتحدث بصوت واضح، أعطي فرصة لصديقي. الخروج لدورة المياه يكون بعد النشاط. من يذكرني أطفال برقمنا السابق؟ أحسنتم، 19. لنقوم يا أطفال بفاصل حركي. لنقم جميعنا. فوق سماء، تحتي أرض، يميني نهر، يساري بحر. فوق، تحت، يمين، يسار. والآن يا أطفال جلسة صحيحة. السلام عليكم. لقد صنعت هذه الكعكة لكم يا أطفال، ووضعت بعض الشموع. ما رأيكم بأن نعدها معا أنا وأنتم؟ هل أنتم مستعدون؟ فلنبدأ. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون. ما عدد الشموع يا أطفال؟ 20 شمعة. أحسنتم يا أطفال. ما هي ألوان الشموع الموجودة بالكعكة؟ ما هي ملابس الطباخة؟ كم عدد الشموع؟ ما هو شعورك عندما ترى كعك مليء بالشموع؟
إذن تعرفنا اليوم على الرقم 20. أحسنتم يا أطفال. لنقم يا أطفال بفاصل حركي. لف البكرة لف لف، شد البكرة شد شد، لف البكرة لف لف، شد البكرة شد شد، لف البكرة لف لف، شد البكرة شد شد، لف البكرة لف لف، شد البكرة شد شد. جلسة صحيحة يا أطفال. والآن نتعرف على كيفية كتابة رقم 20. نعمل سنتان وخط مستقيم من الأعلى إلى الأسفل، ومن ثم نضع صفر. سنتان، واحد اثنان، وخط مستقيم من الأعلى إلى الأسفل، ومن ثم نضع الصفر في الجهة اليمين. وهكذا تعرفنا على الرقم 20.